السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احنا اسود الزمالك ودي اخبار الزمالك وانا منجا ابو شيكا الزملكاوي. بس قبل ما نبدأ يلا بينا نصلي على النبي، ولو عجبتكم الفقرة ادعموا مجهودنا. عاش الزمالك وجمهوره العظيم. الزمالك كان راح امس الجمعة من التدريبات بقرار منجز يونس. يستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب النادي استعدادا لبلدية المحلة. تركي آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك الإعلان عن اتفاقية مع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي لاستضافة النهائي التاريخي لكأس السوبر الإفريقي 2024 بين فريقي الأهلي والزمالك في موسم الرياض 2024، وسيتم نقل اللقاء المنتظر على قنوات MBC وبي إن سبورت، وسيكون السوبر الإفريقي برعاية موسم الرياض يوم 27 سبتمبر القادم على ملعب المملكة أرينا بعد التعديلات، وسيتم إذاعة اللقاء ببث مشترك على MBC مصر وبي إن سبورتس. من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بلدية المحلة يوم الاثنين المقبل، وذلك في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية. ميدو عبر إكس عقدي مع قناة المحور ينتهي بنهاية هذا الشهر، وهناك اتفاق مسبق بين الطرفين بعدم تجديد التعاقد منذ شهور، وهذا ما أعلنت عنه منذ فترة. لذا أؤكد بأن قرار إيقاف برنامج الريمونتادا ليس له أي علاقة بوجود أي مخالفات في المحتوى الإعلامي الذي تم تقديمه من خلال البرنامج في الفترة السابقة. أشكر فريق عمل البرنامج على المجهود الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية، وأشكر إدارة قناة المحور على الثلاث سنوات الأخيرة، متمنيا التوفيق لهم فيما هو قادم. أشوفكم قريب إن شاء الله. نقلا عن القاهرة 24، ميدو قام بإنهاء عقده بالتراضي مع قناة المحور للتفرغ الفترة المقبلة لأحداث أخرى. وأكد الموقع أن أحمد حسام ميدو رحل بالفعل عن قناة المحور، ولكن لا توجد أي أزمات وراء رحيله، وأن الأمور انتهت بالتراضي بين جميع الأطراف، وتم الاتفاق بين ميدو والقناة على تفاصيل انتهاء التعاقد أمس دون أزمات، واستقبل ميدو القرار بهدوء ويرتب لوجهته الجديدة. رضا عبد العال جوميز كان معاه عذر الماتش اللي فات علشان كان بيلعب بالشباب، لكن امام الجيش في هم فين؟ ليه مش بتلعب باللعيبه الصغيره؟ ايشو بقاله فتره مش بيلعب، ومحمد عاطف ده ما يلعبش باك شمال، جمال متيابة الافضل يلعب على ايشو، وتساءل احمد فتوح فين؟ علامات استفهام على غيابه كل الفتره دي. انا لو مكان جوميز مش هلعب على المكسب، لان خلاص الدوري ضاع، انت تبني فرقه قويه. واتم احمد مجدي المدافع، لو لعب ماتشين ثلاثه هيبقى احسن من المسلوسي وحسام عبد المجيد. احمد مجدي لاعب كويس. حسام عبد المجيد لاعب الزمالك والمنتخب الأولمبي عبر موقع فيفا الرسمي. منتخب مصر يسعى لتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخه من خلال الفوز بميدالية أولمبية، بعد أن كانت أفضل نتائج الوصول إلى مركز الرابع في أولمبية طوكيو 1964. بالطبع شرف عظيم تمثيل منتخب مصر في الأولمبياد، نأمل أن نقدم شيئا جيدا في البطولة والفوز بإحدى الميداليات. أنا أرى أنها ثاني أقوى بطولة في كرة القدم بعد كأس العالم، مما لا شك فيه أن هذا الأمر يشكل علينا ضغطا كبيرا، لكن تعرضنا للضغط أيضا في بطولة إفريقيا تحت 23 عام. الجماهير لم تثق بنا كثيرا في البداية، لكن اكتسبنا ثقتهم بمرور الوقت وأصبحوا يدعمونا لأننا أظهرنا أننا مجموعة متماسكة ويمكنها تحقيق شيء لمصر. حسام عبد المجيد، أتمنى أن تكون مشاركتنا القادمة مختلفة عن سابقتها، ففي أولمبية طوكيو كانت هناك جائحة كورونا ولم تكن الجماهير حاضرة في الملاعب ولم يتم تسليط الأضواء عليها، بينما البطولة القادمة ستقام في ظروف أفضل وستلعب في فرنسا التي تعد من الدول العاشقة لكرة القدم. وأشار أن نواجه مجموعة صعبة وتضم منتخبات قوية، كون أوزبكستان ليست معروفة كثيرا فهذا لا يعني أنهم ليسوا جيدين، لقد لعبنا ضدهم مباراة ودية وأظهروا أنهم فريق قوي ويلعبون كرة قدم متطورة، والأمر نفسه ينطبق على جمهورية الدومينيكان. صحيح أننا لم نلعب ضدهم، لكن طالما أنها استطاعت الوصول إلى الأولمبياد فهي تمتلك منتخبا قويا وكبيرا. حسام عبد المجيد، منتخب أسبانيا غني عن التعريف، فالجميع يعرف قوتهم، لذلك يتوجب علينا احترامهم. نواجه ضغوطا كبيرة بسبب تواجدنا في مجموعة كهذه، نأمل أن نتمكن من التأهل منها والذهاب للأدوار الإقصائية وأن نذهب إلى مكان بعيد في البطولة. بالتأكيد أي لاعب يتمنى اللعب في المنتخب الأول، هذا هو المستوى الذي أريد الوصول إليه، وتمثيل منتخب مصر الأول هو شرف كبير. أي لاعب يجتهد ويبذل الكثير من الجهد لتحقيق هذا الحلم، لم يحالفني الحظ للتواجد في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، وأتمنى أن ينجح منتخب مصر في التأهل لكأس العالم 2026، وأن أكون من العناصر المساعدة في هذا الإنجاز. سيكون من الرائع المشاركة في كأس العالم سواء بالنسبة لي أو للبلاد. حسام عبد المجيد، تمكنت من استعادة جزء كبير من مستواي، أتمنى أن أحقق بطولات أخرى مع الزمالك، لأننا لا ننافس على بطولة واحدة فقط بل على عدة بطولات. أي بطولة نخوضها
نكون من ضمن أبرز المرشحين للفوز باللقب. الجهاز الفني وجوميز استطاعوا أن يعيدوا لي الثقة بعد تعرضي لإصابة أبعدتني لشهر ونصف، وجميع أعضاء الجهاز الفني قدموا لي الدعم، كذلك اللاعبين أمثال الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وزيزو، وكذلك دعمني كثيرا عمر جابر. إبراهيم فايق: في وقت سابق المستشار تركي آل الشيخ نفى أن يكون هناك أي نية لاستقبال مباراة السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، وهذا الأمر كان حقيقي، ثم حصل تواصل بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مع المستشار تركي آل الشيخ، وكانت الرغبة في أن يكون موسم الرياض هو الحاضن لهذا اللقاء، وجاء الرد مع الحاجة لاستضافة المباراة بلا حقوق إذاعية. حصل تفاوض من نوع آخر ومفاوضات على مستوى عالي، ومجموعة قنوات بي ان سبورتس على أن يكون هناك تعاون يحدث لأول مرة في تاريخ القناة. إبراهيم فايق: الكلام كان مباشر بين المستشار تركي آل الشيخ وناصر الخليفي، ونجحوا في الوصول لاتفاق أن يتم ولأول مرة في بث تلفزيوني لمجموعة ام بي سي مصر وبي ان سبورتس في بث مشترك مباراة السوبر الإفريقية، ستكون برعاية موسم الرياض يوم 27 سبتمبر القادم على ملعب المملكة العربية أرينا بعد التعديلات، وسيتم إذاعة اللقاء ببث مشترك على ام بي سي مصر وبي ان سبورتس. سيكون نجوم العالم في استوديو تحليلي وشبكة مراسلين لمباراة الأهلي والزمالك في لقاء السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر المقبل بالسعودية، وتذاع عبر قناة ام بي سي مصر بالتعاون مع مجموعة بي ان سبورتس. أشارت تقارير صحفية مغربية إلى اتفاق نادي الجيش الملكي مع يوسف الفحلي لاعب نهضة بركان للانضمام لصفوفه بداية من الموسم المقبل. نشر الحساب الرسمي للكاف عبر فيسبوك صورة بشعار الزمالك والأهلي وموعد المباراة، وعلق عليها: تم تأكيد نادي الزمالك والأهلي يسافر إلى الرياض في سبتمبر، وحدد الكاف يوم 27 من سبتمبر المقبل لإقامة بطولة السوبر الإفريقي بين الزمالك بطل الكونفدرالية والأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا. مصادر مقربة من رمضان صبحي عن سوء حالته النفسية بسبب عدم أي صدور أي قرار نهائي من النادو بشأنه، ورغم اعتراف اللجنة بسلبية عينة رمضان صبحي الثانية، إلا أن قرار الإيقاف ساري حتى الآن، ولا يمكن لصبحي مزاولة كرة القدم إلا بعد صدور قرار واضح الأمر الذي يعاني منه صبحي وساءت معه حالته النفسية والمعنوية. وأضاف المصدر أن إدارة بيراميدز متعجبة من النيل من لاعبها بهذه الطريقة، خاصة أن رمضان معروف عنه الالتزام منذ ظهوره في عمر صغير مع الأهلي واهتمامه بحالته البدنية منذ الصغر، ولا يحتاج لأي مواد منشطة. بس كده، هي دي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك. أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو، سبسكرايب للقناة، ومتشكرين جدا على دعمكم. لو عندكم أي ملحوظة سيبوها لنا في التعليقات. سلام.